استقلالية البنك المركزي هي جات معناها بعد عركة، بعد عركة ما بين زوز معناها خبراء ومفكرين اقتصاديين اللي هما فريدمان وكينز، واللي تبني على أساسها نموذج كامل اللي هو النموذج الليبرالي للبنوك المركزية، واللي هو يعني أنه البنك المركزي ما تكون عنده هو الهيكل المكلف بالسيادة النقدية ويتمتع بالكمبيتانس هذا ولا بالاختصاص هذا وحده من غير ما تتدخل فيه الحكومة وإلا السلطة معناها الاقتصادية في البلاد. وهذا ينطلق من فكرة إنه الفلوس أو العملة هي عنصر محايد، ألوغ كو نعرفوا إنه العملة عمرها ما تكون أو الموني عمرها ما كانت شيء محايد في الاقتصاد. مهمة البنك المركزي تتركز أساسا على مكافحة التضخم، وإنه في هذا يقوم بالاختصاص هذا وحده من غير ما تكون فما تنسيق وإلا فما تدخل من قبل السلطة المالية أو من قبل بالأساس الحكومة في شيء هذا. ما نجموش نفصلوا معناها قيمة الدينار على البنك المركزي على خاطر وإلا مسألة السياسة النقدية بصفة عامة، على خاطر هي حجر الأساس كما قلنا. علاش؟ على خاطر كما قلنا أنه العملة مرها بتنجم تكون محايدة، ولازم ديما تكون العملة عندها قيمة، والقيمة هذه لازمها تكون ستابل، على خاطر الاستابيليتي متاع الموني هي اللي تتبني عليها حتى الاقتصاد متاعك من بعد. وفما علاقة زايدة ما بين قيمة العملة وما بين التضخم. لهنا وقت اللي نحكيه على قيمة العملة زادا لازمنا نحكيه على نظام سعر الصرف واللي مطروح اليوم، لا فقط معناها مسألة البنك المركزي اللي هي مطروحة جديدة في البرلمان، لكن مطروح في إطار القرض أو مناقشة القرض أو تفاوض حول القرض الجديد مع صندوق النقد الدولي، أنه تتم مراجعة مجلة الصرف. وفي الإطار هذا سيتم أو تحرير الدينار، والنقاش صاير ما بين هل سيتم تحرير الدينار كليا أو سيتم تحرير الدينار تدريجيا. الاستقلالية متاع البنك المركزي من بين زيادة النقاط اللي تطرحها انه الدولة ما تنجمش تتسلف ما عند البنك متاعها اللي هو البنك المركزي. يعني الدولة توا باش تتسلف من السوق الداخلية تمشي للبنوك، البنوك هذه شكون يمولها؟ يمولها البنك المركزي. لكن مش نمشيو ديراكتومون انه البنك سنترال تمول الدولة، هذا لا، هذا يمنع معناها المبدأ هذي متاع استقلالية البنك المركزي. والساقل هذي اللي لتمويل داخلي لازمنا نعبره أو نمشيه للبنوك بطبيعة الحال باش يخلق أنه فما معناها النسبة متاع الفايدة باش تكون معناها باش تتزيد باش تكون مرتفعة، وهذا كيف باش يرفع من نسبة التدين والسيرفيس دو لا ديت اون جينيرال، خاطر من بعد باش ترجع باش تزيد النسبة هذيك. دونك وعلاش معناها كي نتسائلوا علاش نمشيو معناها اون باس باغ لي بانك الوغ كو الدولة واللي هو من لون معناها البنوك المركزية تخلقت كبنوك تجارية لتمويل الدولة في الأصل معناها، ونخلقوا الحاجة هذه الكل انه مراحل أخرى اللي هي باش تخلق معناها شارج أكثر على الدولة. You